اي هدف كنقول كنشوفو كشيء اساسي، لان هذا الفيروس هذا كنشوفو غادي الوتيره كتزيد طلع وغادي كيكبر وحياه الانسان كتكون في خطوره. اذا سواء حنا قاش غنطيحو في واحد المشاكل، لان كاين اللي غادي يقول لك لا تلقيح شي حاجه سياسيه، شي حاجه ماشي مصالح المواطن. لان كنصح بان المواطن يدير تلقيح، لان لما درت تلقيح كيسبب الاذى ليه لراسو ولولادو والمجتمع ديالو. وحنا بغينا صافي نخرجوا من هذه الازمه باقل الاضرار. بارك علينا، ماتوا بزاف من العائله، ماتوا بزاف من ديال الناس عتاد علينا. وكنتمنوا تلقيح عنا يخرج في اقرب وقت، بس صافي رجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه وصافي عينا من هاد الكمامات هادو. الا كانت غادي تكون في صالحنا راه غادي نديروا تلقيح، الا جات من زعما من مبادره ملكيه راه ما غادي نقولوا حتى شي حاجه، غنكونوا فرحانين. حنا بغينا هاد الوباء يتحيد، ما بغيناش يبقى. الا كان في صالحنا التلقيح راه غادي نكونوا ان شاء الله من الاول مصوب الاماميه باش نديروه. هو كنتمنوا التلقيح يكون مزيان للشعب، وراه كاع الشعب المواطنين غيضربوا التلقيح. مهم البنادم يتهنى من الوباء ديال كورونا ان شاء الله. انا مع التلقيح، لان هاد كورونا راه ما يمكن يداويها غير التلقيح. وحنا مع المغاربه كاملين، وكنشكروا سيدنا على هاد المبادره الطيبه، وحنا مستعدين باش نديروا التلقيح. هو هاد المبادره اللي داروا مبادره طيبه، وكنتمنوا كاع الناس يلتجئوا لهاد اللقاح. والناس عاوتاني خصها دير شويه ديال الوقايه، ماشي غير نسمعوا كاين اللقاح وما نديروش الوقايه، نبقاو غير حنا كنديروا التجمعات، كنخرجوا كنمشيو وداكشي. زعما مبادره طيبه بالنسبه زعما لينا حنا الشعب المغربي، مبادره طيبه زعما حنا عجبنا الحال، وكنتمنى كل واحد ياخذ بعين الاعتبار ويدير هاد اللقاح. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.